ترن رن 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 رن. سلام عليكم. ترن ترن. ألف الحمد لله رجعنا بالسلامة. مثل المخب الله يسوق بالسيارة. قلت هسه راح يموتنا. على واه والله عمه. سنان شقة حنونة هاي شبيت شقة معقولة؟ أنا أموت على عمتي العزيزة والغالية والمحترمة، مو تعرفين؟ حنين شلون كانوا بنات خالة صفية؟ لازم تشوفيهم زينو كلش حلوين، هيش تردين تاكليهم وتعضعضيهم. زينو الله يرزقك انت يم هيجي جهال، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ان شاء الله حنين. ابني انطيني هاي البطاقات، خل اشوف رابوح لو لا. بطاقات سنان المشهورة، بطاقات سنان المشهور رقم 10. بابا لو نصير زناقي راح تشتري لي حاسبة مو؟ شنو حاسبة ابني؟ انا راح اشتري لك حواسيب العالم كله. هاك اخذ شوف المجموعة وانا راح اشوف المجموعة الاخ. انطيني ايه خلي نبدي منها ونشوف الحظ. أريد أن على أبو هيك حظ. ها شنو هذه همينة ما بيها؟ شلون حظ تعبان هذا الخاطر الله. بهاي جريدة هم ماكو بابا. لا إيه يا معود. إيش صار سنان؟ وقعت من السطح؟ وهاي هم ماكو، وهاي هم ماكو. أنا لو كان عندي حظ كنت أصير نسيب الحسنية الوحشية. شوفوا هذا شوفوا ويحكي بدون خجل. الله ياخذك، اصلا تاخذ كم فلس وتروح تصرفهم باللعب اللي يا نصيب. عم البلد بيه ازمه اقتصاديه وهاي الازمه مو بعيده عني، انا هم جزء منها وعايشها، لذلك ما حد يصعد بالتاكسي، حتى المسؤولين عافوا سياراتهم وقاموا يصعدون بالباصات. انا شو اسوي؟ قمت الفليسات اللي احصلهن من التاكسي اروح انطيهن لعمي نور. لا عوف التاكسي وروح شوف لك شغله ثانيه مثل الاوادم واصرف على البيت. حنونه قولي شيلو متخيل، لا تحاكيني هالشكل. اي حقك سنان، امي ما لازم تحكي هيك وياك، بس ترى صح كلامها، يعني انت ما قاعد تسترزق شيء من التاكسي، شوف لك غير شغله. صدق؟ يعني انت ما تفكرين مثل هيك. امشي ابني اوس امشي، احنا رايحين منا، امشي بابا امشي. اي نروح بابا. هي هي. لا ترجع على البيت قبل ما تشوف لك شغل ثاني اسول. ترن ترن. اوف ماما لا تبالغين انت. شفتي عوفيني عليه ما عليك انت. الله الله. شفت ابني بيبيتك ايش سوت؟ تريد توقعني بعين امك وتخلينا نتطلق على اساس اني غبي وما عندي شغل مثل الاوادم وما اعرف شنو من هالحكي، بس راح تشوف شلون القي شغل زين واشلع لسان بيبيتك من عرقه. وتعيش بابا، اي هيك اريدك تصير شهم، لا تنزل نفسك للنساوين. عافية ابني، راح اصير بطل وما انزل نفسي للنسوان. ايه؟ اوس انت شوف لي شغل منك ابني من يمك. تمام بابا. اوف، شوف شكو بالجريدة، بابا اكو شغل راتبه 4 ملايين هنا. لا بالله، شنو هذا الشغل ابني؟ مهندس حاسبات رايدين. هاي جد تحكي اوس؟ تمام أني أفتهم بكل شيء وأعرف كل شيء وذكي ومثقف وشاطر، بس مع الأسف أني بالحاسبة ما أفتهم كل شيء، ما أعرف أدوس لا إكس ولا مربع، لذلك الشغلات اللي مال الحاسبة ما تناسبني. بابا ماكو إكس مربع بالحاسبة. ها صدق ماكو؟ ماكو. إي شفت شلون ما أفتهم أني بالحاسبة؟ دعشاقة ابني دعشاقة. أنت شوف شغل سايق شيء هيك شغلات دور لي. تمام بابا. اكو اعلان طالبين سايق وراتبه فول. صدق؟ اوس لا تنسى ابني، البنيه تنقاس بعقلها والشاب ينقاس براتبه. اني اموت على الراتب الفول، انطيني خلي اشوف بالله شو شوفني شوفني بالله. هنا بابا. ها يلا خلي نخابر ونشوف. الو تفضلوا. مرحبا عزيزتي، أنا سنان كايا أحسن سائق بالمنطقة، أنا خابرت على مود الإعلان اللي بالجريدة عزيزتي. عندك تجربة أستاذ سنان؟ هذا شلون حكي عزيزتي؟ مع الأسف أنا حافظ كل الطرق والشوارع مال بغداد كأنما اسمي، يعني عيب أمي جابتني على الرصيف، حتى قالوا من ولدت كان بيدي ستيرن وبريك، هم هيج قالوا يعني، أنا من الولادة سائق عزيزتي. من الولادة عيني، صدقيني أقول لك من الولادة. تمام لعد استاذ سنان نتشاوف ان شاء الله. ماشي راح اخذ العنوان عيني، خليني دا اكتب. نعم نعم ممنون عيني، شكرا جزيلا مع السلامه. اها حصلنا شغل ابني، اضرب.